بارك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالي في أوقاتي في حياتي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم жашоосунда анын амалдарында анын өмүрүндө ага Аллах тааланын берекелүү кылып койгон. ما هي الوظائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم өзү карманып жүргөн кесиптер, ошол кызматтар кандай кызматтар болгон? هو نبي ورسول. Бул биринчиден бул пайгамбар жана элчи. يتعلم من جبريل الوحي عليه السلام. جبريل عليه السلام دان ал вахиди үйрөнгөн. هو المعلم المدرس. Жана ошондой эле өзү ал үйрөтүүчү. هو مدرس القرآن، مدرس الحديث. Жана ал Куранды жана хадистерди үйрөтүүчү. هو المفتي. Ошол эле ал муфти. هو القاضي. Ошондой эле ал казы, сот. هو إمام المسجد. Жана мечиттин имамы. هو رئيس الدولة مثل نقول. Жана ошондой эле мамлекеттин президенти, башчысы. وزير الدفاع. وزير الداخلية، وزير الخارجية، نعم. ал министр болгон, ал ошо министр обороны коргоо министри болгон, وزير мада, وزير دفاع. وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. ал ички иштер министри болгон, сырткы иштер министри болгон. نعم. يا ربي الأولاد، يا ربي كذا في أهلي مع أهلي. ал балдарды тарбиялаган, үй бүлөсүн тарбиялаган, башкаларды тарбиялаган дейт. كيف؟ кандай дейт, кантип؟ والله لا يعطوك وظيفة واحدة لا تستطيع عليها. اللي هو شو خدمات تاخذ بيروسن بيرسك تاخذ؟ ممكن امسك. ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة واحدة، ما تخلف قط عن صلاة واحدة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بير يعني ما ترك صلاة واحدة أبدا. هيش قاتان بير نماز دا غلطر عن جوك. منذ أن فرض عليه الصلاة إلى أن توفى الله ما ترك صلاة. پیغمبر الله سبحانه وتعالى أغا نماز دا فارض غلطر عن باشتاب قزا بولغون غوتشين بير دا نماز دا غلطر عن جوك. لم يتأخر عن صلاة واحدة، لم يؤخرها عن إلا صلاة واحدة الله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة صلاة واحدة فقط. Эч качан эч бир учурда пайгамбар сазан бир дагы намаздан кечиккен жок, кечиктирип окуган жок. Бир эле учурда болду. Бул пайгамбар сазан уктап калды. Жана Аллах Таала муну атайлап ушундай тагдырына жазып койгон. Эмне себептен биз үмөт андан үйрөнүшүбүз үчүн? Мал фаида. Эмне пайда? Аннак иза таккайт Аллах يبارك الله لك في كل شيء، في أولادك، في مالك، في وقتك، في حياتك، في كل شيء. دمك مني بايد الله وس دمك إيجار ده سين الله تان قرقم بوسون تاك الله تكرم كرم عن بوسون الله تلا سين باردك ديشترين ده سين جاشون ده سين بالدارن ده مال ملك ده سين عمرم ده باردك نسيت سها الله تلا بيرك يورد. نعم أنت ترى مثلا الأئمة الأربعة مثلا سين مثال بس بليز تورت إمام الإمام أبو حنيفة إمامنا رحمه الله. بزيد إماموس إمام أبو حنيفة. بارك الله في علمه. عنن علمنا الله تعالى بارك ورجل. نعم مع أن هناك يعني من كان هو من أعلم أبو حنيفة رحمه الله وأحفظ منه، لكن الله جعل في علمه بركة إلى اليوم الناس تنتفع بعلمه. أبو حنيفة نظرة وشرده وعز الزمن ده عنن علم دورك تلقون عنن جورك تتقن در بلقون. أبروك أبو حنيفة عنن علمنا الله تعالى بارك ورجل. عزركم موجين بعض الأدمار عنن بايدال تشد.